ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، والفيديو المره دي يا جماعه جايب لكم افضل برنامج للهيب فاير. يعني من الاخر، انت لو ما بتعرفش تلعب مستودع بعد ما تستخدم البرنامج ده مع الحساسيه بتاعتي، صدقني محدش هيقدرك في المستودع. والبرنامج مجاني 100%، يعني مفيش حاجه مدفوعه ولا في حاجه بفلوس، كله مجاني. بس قبل ما ندخل في الفيديو، يا ريت كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحط لايك للفيديو ده. عاوزين نوصل الفيديو ده ل2000 لايك علشان يوصل لناس كتيره ونفيد ناس كتيره. وكمان لو انت مش مشترك في القناه، اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومش هطول عليكم، ويلا نخش على الشرح. واول حاجه يا اخواتي، واسم البرنامج، اسم البرنامج اسمه كروس هير، وهتبحث عليه في جوجل بلاي ومتجر بلاي هتلاقوه، وهتلاقي الصوره بتاعته لونها اخضر. والبرنامج سهل وبسيط يا اخواتي، وهو انك اول ما تفتح البرنامج هيطلب منك الصلاحيات، تديله الصلاحيات، وبعد كده البرنامج هيفتح معاك زي ما انت شايف دلوقتي. اول خيار، وهو الخيار اللي فوق ده، وهو الحجم بتاع السايت نفسها او علامه الزائد لو انت هتختار الزائد، وعلامه النقطه. لو انت هتختار الزائد خليها 40%، لو انت هتختار النقطه خليها 120%. وطبعا اول خيار فوق، وهو ده الشفافيه بتاعت علامه الزائد نفسها. وبعد كده هننزل تحت، هنلاقي في كلمة هنختارها، وهي دي اللي هنحدد منها البرنامج اللي احنا محتاجينه يشتغل معانا فيه. مجرد ما احنا نفتح البرنامج، البرنامج ده يشتغل معاه تلقائيا. وطبعا هنحدد اللعبة اللي احنا محتاجينها، سواء ببجي، سواء فري فاير، سواء اي لعبة، اي لعبة فيها ضرب انت ممكن تستخدم البرنامج ده فيها، هيفيدك جدا. يعني مش لبابجي بس. وبعد كده لما تفتح اللعبه، عاوز تظبط مكان السايت نفسها، او عاوز تحرك مكان السايت نفسها عشان تظبطها على علامه الزائد بالظبط، فانت هتمشي ورا الخطوات اللي انا هعملها دلوقتي. اول حاجه هتسحب الشاشه من فوق، وبعد كده هتدوس على العلامه دي، وبعد كده هتفتح لك القائمه الصغيره دي. دي الاتجاهات بتاعتك اللي انت ممكن تحرك بها السايت وتظبط السايت بتاعتك. وبكده نكون وصلنا لاخر الشرح. ويا اخواتي، في سحب 5 رويال باس على الفيديو ده، يعني علق على الفيديو ده وان شاء الله تكسب رويال باس، او تكسب في اي لعبه مش شرط ببجي بس. كل اللي عليك انك تكتب الاي دي بتاعك واسم اللعبه اللي انت حابب اشحن لك فيها. ودلوقتي انا هسيبكم مع لقطات من رومات مختلفه، ودي كانت في بطوله من يومين، ويا رب تعجبكم. ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام يا اخواتي. Target down. No mercy. Reloading. Gift you with the evil voodoo. Got me coming back. And I can screw. Dolls full of pins. Here's my heart. Target down.
team. Reloading. Kill. حلوة حلوة قوي دي. No mercy. Reloading. Expired. فعلت اخوي والله اللاج من عندك مين جيمي وطلع Team has scored for the first time. Cover me. Enemy down. والله. Target down. وانت جبتهم منين؟ Reloading.